جريدة عبر ترحب بكم في عالم الأخبار. سقوط سيارة في جرف نواحي الناظور يكشف عن ضعارة تلميذات قاصرات. شهدت منطقة جرف الروم بقرية أركمان القصية عن الناظور المدينة بحوالي 25 كيلومتر حادثة غريبة نوعا ما، عندما سقطت سيارة من نوع غولف على متنها تلميذتان قاصرتان من على جرف بعلو 5 أمتار، كانت فيها تتمتعان بلحظات حميمية رفقة شاب في العشرينيات من عمره. وحسب مصدر لجريدة عبر كوم، فإن الشاب صاحب السيارة ترك خليلاته القاصرتين في السيارة ونزل لقضاء حاجته قبل أن يتفاجأ بالسيارة تتحرك إلى الخلف، حيث حاولت إحدى الفتاتين تشغيلها في الوقت الذي كان فيه ناقل الحركة الأوتوماتيكي على حرف إيغ. هذا وقد سرعت القاصرتين المصابتين إلى الفرار من عين المكان بمساعدة أبناء دوار قريب من مكان الحادث، قبل حضور عناصر الدرك الملكي التابع لمركز كبدان قرية تركمان، فيما تم إخراج السيارة من البحر وتم طمس معالم الحادثة التي خلفت استياء عارما بالقرية، خاصة بعد ذيوع الخبر والتعرف على التلميذتين القاصرتين واللائي تم استقدامهن من باب ثانوية القرية لأجل ممارسة الرذيلة. كما طالب بعض الجمعويين بوضع حد للظاهرة، وطالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية على أبواب الثانوية والإعدادية المتواجدتان بالجماعة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الانتباه باش يوصلكم كل جديد.